يا صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا وسام. صباح الخير عليك يا شاذلي، وصباح الخير على كل المصريين اللي بيتفرجوا علينا. امبارح شفنا حلقة استثنائية لبرنامج صباح الخير يا مصر من مدينة العالمين الجديدة، حلقة وصفت قد إيه بلدنا فيها أماكن استثنائية وجميلة مليانة بالإنجازات، وشفنا التنمية، شفنا قد إيه العالم مبهور بالإنجاز الكبير اللي حققه المصريين في زمن قياسي. مشروعات عملاقة جذابة للسياحة اتصممت على أحدث النظم العالمية، وده طبعا يا شاذلي هيخليني أسألك عن جولتك، لكن خليني الأول كمان أقولك أنه أنا بصراحة لما اتفرجت على الحلقة عجبتني قوي، عجبني قد إيه إحنا دلوقتي عندنا وعي كبير قوي باللي عايزه السايح لما يجي مصر. إحنا ربنا سبحانه وتعالى وهب لنا مناظر طبيعية كتير، لكن ما كانش ده كفاية، لازم يبقى عندنا مناطق تجذب السياحة، لأنه دلوقتي إحنا بنفكر لما نيجي عايزين نروح بلد فيها مناطق سياحية ساحلية، لكن كمان عايزين نتسوق، عايزين أماكن ترفيهية، عايزين مدينة متكاملة، وده اللي العالمين دلوقتي بقت بتحققه. احكي لنا عن تجربتك امبارح. بصراحة عايز أقول لك على حاجة، مبدئيا كده أنا طبعا لازم أروح قريب عشان أتفسح. يعني إحنا رحنا اشتغلنا خلاص لكن ما تفسحناش، لا لازم أروح عشان أتفسح. المكان هناك كل حاجة موجودة فيه، يعني انت بمجرد ما تدخل انت شايف مشروع متكامل من كافة الجوانب. لو هنتكلم عن منتجع الماسة اللي كنا موجودين فيه امبارح، فكل حاجة موجودة، اي حاجة انت بتدور عليها عشان تقضي اجازتك الصيفية او حتى عايز تقضي فترة في الشتاء هي موجودة هناك. اي حاجة كنت بتفكر عشان تسافر برا مصر عشان تتفسح هي موجودة. كنا دايما لما بنسافر برا مصر كنا بننبهر بالأبراج العالية اللي موجودة وبتطل على المية. موجودة عندنا الأبراج العالية الحمد لله في منتجع الماسة وفي مدينة العالمين بشكل عام. الألعاب المائية طبعا كنا بنشوف بقى الفلاي بورد والجيت سكي والحاجات دي موجودة برا، وبرضو بننبهر أول ما نشوف الفلاي بورد دي بسنت بننبهر، صح؟ ده حقيقي. موجودة عندنا في مصر. كل حاجة موجودة، يعني هو المكان يصلح للإقامة، يصلح للعمل، يصلح للسياحة، يصلح للاستثمار، في خدمات. انت الصبح موجود مثلا على الشط بتتفسح وبتستجم، بعد كده بتخلص طب عايز تروح في مكان تروح فين، بالليل موجود عندك المول، في سينمات، مش سينما واحده، سينمات وبتقنيات صوتيه عالميه مش موجوده في دول كتيره في العالم، ودي اول مره تكون موجوده في مصر هذه التقنيات الصوتيه. عندك مول، عندك الفود كورت، وزي ما كنا عرضنا لحضراتكم امبارح، يمكن اللي شاف التقرير بتاع الفود كورت امبارح شاف فود كورت مختلفة عن اللي احنا عارفينها، يعني في غير المطاعم وغير الكافيهات غير السوبر ماركت، موجود كمان حاجات تانية، موجود فروع لبنوك. يعني انت متخيلة ان انا مثلا مش لمجرد مكنة ATM لو عايز اسحب فلوس، لا ده في فرع بنك، يعني انا لو عندي مشكلة في الحساب بتاعي او حصل اي حاجة في الحساب بتاعي انا هدخل اعالج المشكله. مدينه متكامله نقدر نعيش فيها، يعني نفس الحاجات اللي احنا بنقدر نعملها في القاهره هي نفس الحاجات اللي نقدر نعملها في العالمين. كمان احكي لي عن الحفلات، يعني عجبتني قوي كمان المكان الكبير الموجود اللي يستوعب عدد كبير من الناس عشان الحفلات. طبعا المسرح كمان يا جماعه، المسرح مصمم بطريقه مختلفه ومبتكره، واحنا شفنا طبعا حفله تامر حسني وعمرو دياب كمان عنده حفله في نص الشهر في نفس المكان. المسرح مصمم بطريقة جديدة ومختلفة، بيستوعب عدد كبير جدا من الناس، والمسرح مشغلينه في الصيف وبرضه في الشتاء، شغال في الصيف للحفلات الصيفية وفي الشتاء مشغلينه طبعا كسينما للسيارات. وشفنا حفلة ويجز كمان، كانت حفلة يعني كان عليها إقبال شديد جدا، وفي أول يوم أو أول ما أعلنوا كان في إقبال شديد جدا على التذاكر، وتقريبا في أول يوم 10,000 تذكرة اتباعوا، فكان في اقبال شديد على الحفلات. الناس هناك مبسوطه كمان بالمول، يعني المول نفسه لو حضراتكم تفتكروا من سنه كده اول ما خرج للنور وشفنا السقف بتاع المول وهم حاطين سقف معلق عباره عن سما، فبيقول لك الصوره اللي انتشرت على الفيسبوك يقول لك انت تدخل المول ده الساعه 12 بالليل، تتخيل او تفتكر ان انت الساعه 10 الصبح او الساعه 12 الظهر من الشمس، يعني انت متخيل ان في شمس من خلال السقف اللي هم حاطينه سماء وشمس وبتاع، يعني كل حاجه فيه مختلفه. مميز قوي، لانه زي ما قلت لك يا شاذلي انه الناس دلوقتي لما بتسافر مهمه قوي عندنا التسوق، حاجه مهمه جدا بقى، يعني حد عايز يروح اي مكان ساحلي في بحر في حاجات ترفيهيه كتير، لكن التسوق حاجه مهمه جدا، الشوبينج بقى جزء اساسي من حياتنا، كمان بيعبر عن البلد نفسها، بالذات ان احنا كمان بقينا بنشوف اعمال يدويه للحاجات المصرية كمان بتتقدم. صحيح. هناك صحيح. بصي عايز أقولك كمان، وانت بتتكلمي عن الحاجات اللي احنا بنعملها اللي بتجذب سياحة سواء مصرية او سياحة وافدة من الخارج، الفندق اللي موجود كريستال إن ده كامل الحجز لشهور قدام،
ومش هو بس، كل الفنادق الموجودة هناك كاملة الحجز لشهور قدام، في إقبال شديد جدا عليها لأن المنطقة يعني مسوقة نفسها زي ما بنقول، كل حاجة موجودة فيها، أنت أي حاجة بتحتاجها موجودة في المنطقة دي. فبنلاقي في سياحة مصرية وسياحة وافدة، والحقيقة هم شغالين خلال الفترة دي على الترويج للمنطقة دي، وكان واضح من خلال الحلقة ومن خلال ضيوفنا أن هم شغالين للترويج لهذه المنطقة لأن هي تستحق. كل حاجة موجودة، أنت عندك مسجد، مش مسجد واحد كمان، ده مسجدين، ملك الملك ومسجد الماسة، برضو خدنا جولة في المسجدين. عندك منطقة تراثية، عندك مسرح روماني، عندك مكتبة، عندك الفندق في قاعة مؤتمرات لاستقبال ضيوف مصر وعقد كافة المؤتمرات من أي مكان في العالم. فأنت مستعد بهذه المنطقة أن أنت أولاً منطقة جاذبة للاستثمارات في مجال السياحة، وفي نفس الوقت أنت مستعد لأي حدث أياً كان هذا الحدث، وقادر تقعد فيها كل أيام السنة. أنت وده الجديد بقى بالضبط، كان الأول العالمين إحنا متعودين عليه هم 3 شهور الصيف اللي بنروحهم هناك وخلاص على كده، لكن في الشتاء إحنا فاكرين أن الجو هناك هيبقى برد جداً، مش هي... مفيش أصلاً خدمات كمان كانت، لكن دلوقتي في خدمات تقدر تستوعب الزائرين كل ايام السنه اللي يكونوا مقيمين كمان في مدينه العالمين. وده بقى مفهوم فعلا السياحه المستدامه، يعني سياحه على مدار العام 365 سياحه، اي وقت انت بتروح هناك بتلاقي الدنيا فيها رواج لان الدنيا شغاله هناك، الاماكن هناك مؤهله ومجهزه في اماكن للسكن، ده طبعا بخلاف الاماكن بتاعه الصيف والفسح والخروجات، في اماكن العمل واماكن للاقامه، شقق للسكن، فكل حاجه متوفره هناك، وبالتالي دي سياحه طول العام، بالاضافه لان في هناك جامعات كمان، ففي سياحه تعليميه وده نوع مختلف من انواع السياحه، يعني الطلبه كمان وهم موجودين، وطبعا الطلبه موجودين في طول السنه يعني في العام الدراسي، فبالتالي في الشتاء هم موجودين كمان هنا، فأعتقد دي عوامل جذب سياحية رهيبة واستثمارية كمان. ده حقيقة شاذلي، وأنا في الحقيقة بحييك أنت وهدير على الحلقة الاستثنائية دي امبارح، أنتوا عيشتونا كل الأجواء، قدرتوا تورونا من عينيكوا أنتوا وتشرحوا لنا اللي حصل هناك في العالمين كأننا كنا موجودين بالظبط. وعايز أقول كمان في، وإحنا بنتكلم عن الفود كورت عشان بس في حاجة ننسيتها، في مطعم، المطعم ده عالمي يعني مش براند مصري، لا ده مطعم عالمي فاتح في دول كتيرة بره مصر، جه فتح فرع هناك وفي إقبال بالمناسبة، جذب كبير للاستثمارات يعني من مطاعم، من حتى على فكرة يعني ممكن كمان في الفترات الجاية نشوف الحفلات دي، نشوف نجوم عالميين، وزي ما شفنا في الفترات اللي فاتت نجوم عالميين جم زاروا مدينة العالمين وشفنا إقبال كبير من المصريين. وخليني كمان أقول لك يا شاذلي أنه مهم جدا دلوقتي أن احنا نشوف إقبال كبير من المصريين على السياحة الداخلية، يعني صحيح كنا الأول للأسف بنشوف كتير مننا بيسافر برا مصر، لكن دلوقتي احنا بقى عندنا مناطق كتيرة جدا مش بس بتنافس لا كمان بتتفوق على المناطق العالمية، وده يعني حتى بقينا نشوفه بإشادة من المواقع الأمريكية الكبرى زي فوربس لما أشادت بمصر إن هي مزار سياحي عالمي يستحق الزيارة من رواد أو الزائرين العالميين. لنقدر نقول لحضراتكم افخروا ببلدكم، لأن بلدكم خلال 3 أو 4 سنين صنعت معجزة في هذه المنطقة الصحراوية اللي كانت حقل للألغام، وكانت الناس بتخاف وهي معدية من هناك، وأكيد حضراتكم اللي كان بيسافر ويروح مرسى مطروح عارف المنطقة دي كانت عاملة ازاي كويس قوي. دلوقتي الوضع مختلف تماما، انت في مدينة تضاهي كل المدن السياحية العالمية، حجم مشروعات عملاق بيتم تنفيذه في مدينة العالمين الجديدة بشكل عام، وخلينا نشبه اللي بيحصل في مدينة العالمين الجديدة باللي بيحصل في العاصمة الإدارية الجديدة من حجم المشروعات، من الامتداد العمراني سواء من القاهرة رحنا للعاصمة الإدارية الجديدة أو من اسكندرية رحنا لمدينة العالمين الجديدة. ده حقيقة شاذلي، وخلونا دلوقتي مشاهدينا قبل ما نبدأ فقراتنا نشوف أخبار الطقس مع زميلتنا الموجودة معنا في الاستوديو دلوقتي دينا شرف. لكن خلينا أقول لك على حاجة قبل ما نشوف الطقس، يعني هو الجو أعتقد أنه هو لطيف النهاردة، لكن قبل ما نشوف الطقس خلينا برضو نشجع الناس، خلينا نشجع الناس على أن هي تروح. الناس اللي كانت بتحب تسافر برا مصر لازم دلوقتي تروح، يعني انت بدل ما كنت بتفكر ان انت تصيف برا مصر وبتروح وبتصرف فلوس برا مصر، لا ده بقى موجود، يعني كل حاجة انت كنت بتدور عليها برا مصر دلوقتي بقت موجودة. وده كلامنا عن الطقس ان الجو حلو جدا في العالمين، انت كنت امبارح انا شايفة الهواء هي الشمس قوية، يعني خلينا برضو نعترف وده برضو على فكره عامل جذب، يعني هو الشمس قويه ده عامل جذب، لكن في هواء يعني الناس بتيجي من بره عشان شمس مصر بالذات، يعني الساحل الشمالي عامه في شمس حاميه لكن على طول في هواء، الهواء ده يعني مخلي الجو شويه مش حر زي ما بنشوف في القاهره مثلا. طيب بنصبح لحضراتكم مره تانية وانتظرونا ان شاء الله معانا فقرات كتيره ومتنوعه. صباح الخير على حضراتكم.